بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم من السيم خوتي الأعزاء، نتمنى تكونوا كامل بخير وبالتوفيق للجميع وموسم خير إن شاء الله. خوتي هذا وين كنت نقرأ التعليقات وكنت نرد على التعليقات، قلت والله غير ندير لهم موضوع على البيض الغير مخصب اللي راهم الناس يعانيوا به، بيض غير مخصب. واشني هو المشكل تاع البيض غير مخصب هذايا؟ يعني نفسروا الامور باش نتعرفوا عليها. انت مثلا عندك انثى واجده ورميت معاها مال ماشي واجد ولا ماشي بالغ، هنا يجي البيض غير مخصب. حتى ولو شفته بعينك ركب فوق الانثى يجي البيض غير مخصب، خاطر الذكر طلع شهوه برك، المال تاعك او فارغ مقدرش يلقح الانثى، مقدرش يلقح البيض، هنا يجي البيض غير مخصب. الحاجة الثانية، الحاجة الدوزيام، حطيت مال واجد وأنثى واجدة، بالصح البيض غير مخصب. علاش بالصح؟ إذا المال تاعك ما ركبش فوق الأنثى وما لقحاش بشكل صحيح، هنا يجي البيض غير مخصب حتى ولو كان الذكر تاعك واجد، خاصة إذا كان الذكر كي يحب يطلع فوق الأنثى هي تهرب بطبيعة الحال، هنا يجي البيض غير مخصب. الحاجة الثالثة، الذكر تاعك واجد، الفيمالة واجدة، بصح طولك بيض غير مخصب، هنا يمكن لما تاعك ما لقاش الأنثى في الوقت المناسب، ولا نتايا ما حطيتهمش مع بعضهم في الوقت المناسب. يعني كي تكون الأنثى البيضة تاعها صاي رايحة واجدة باش تحطها، يلقح الذكر هنا فات الحال للتلقيح، بطبيعة الحال يجي البيض غير مخصب. والمشكلة وين؟ المشكلة فيكم انتوما، تخيروا الذكر الغير مناسب مع الأنثى الغير مناسبة في الوقت الغير مناسب، هذا هو الإشكال. الحاجة الدوزيام، نجي الناس اللي راهي تنصح وتقول لك هاو شري الدواء هذايا راهي يساهم في تخصيب البيض. حتى لو قدمت الدواء هدايا، اذا المال تاعك قدمت له مثلا الدواء اللي ينصحوك الناس به، قدمت له الذكر اذا ما لقحهاش بشكل صحيح راح يجي البيض غير مخصب، اذا ما لقحهاش في الوقت المناسب هنا يجي البيض غير مخصب. اذا كان معنويا ماشي واجد، حتى ولو قدمت له الدواء ولا ماشي بالغ، حتى لو قدمت له الدواء يجي البيض